أهلا بكم في فيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم رح نتعرف على سبب وعلاج الإمساك عند الأطفال، تابعوا معنا. الإمساك عند الطفل يتم علاج الإمساك من خلال تحديد السبب الكامن وراءه، فإن كان المتسبب فيه مرض ما لابد من علاج هذا المرض، أما النوع المنتشر منه يحدث دون سبب واضح فيتم علاجه من خلال اتباع عدد من الطرق التالية: الحرص على تغذية الطفل بالأطعمة التي تحتوي على الألياف كالفواكه والخضروات والبوشار والبقوليات واللبن، مع الاهتمام بشرب كمية كافية من السوائل كالماء وعصير الفواكه والحليب لأنهم يقومون بتسهيل عملية الإخراج. القيام باستعمال المركبات الملينة للبراز، وذلك من أجل تعويض الطفل بكميات كافية من الألياف. القيام بتمرين الطفل على استخدام المرحاض، وذلك من خلال جعل الطفل يتأقلم على استعماله في أوقات معينة، مثل القيام بتشجيع الطفل على أن يذهب إلى الحمام على الفور بعد استيقاظه من النوم وكذلك بعد كل وجبة يتناولها. القيام بتدليك بطن الطفل حيث يساعد ذلك على إرخاء عضلات البطن وجعل حركة الأمعاء أفضل. أسباب الإمساك عند الأطفال: عدم ذهاب الطفل إلى الحمام، وذلك لعدة أسباب، ومن أهمها أن يمتنع الطفل بإرادته عن الذهاب إلى الحمام لانشغاله بالألعاب لفترة طويلة. جعل الطفل يأخذ الحليب الصناعي بعد الرضعة الطبيعية، حيث اتضح أن الأطفال الذين يقومون برضاعة حليب الأم يكون لديهم معدل تبرز أعلى من الذين يرضعون الحليب الصناعي. دمتم بعافية وخير. موسوعة ترعاكم وتقدم لكم كل ما يفيد. انتظروا منا المزيد على موسوعة.com، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر.